يسرني اليوم أن أقوم بتجريب الموديلين الجديدين لهوسكفارنا، حيث سأبدأ بتير 650 استرادا، وبعدها سأختبر دراجة تيرا 650 النارية، والآن أنا سعيد بالقيام بلفات في المنعرجات الجبلية. أرادت شركة هوسكفارنا من خلال موديلاتها الجديدة TR 650 تيرا واسترادا كسب زبائن جدد، فاسترادا تعتبر الدراجة النارية الأمثل لمن يفضل السير بسرعة عالية في الطرق العادية، أما تيرا فقد صممت خصيصاً للطرق الوعرة. كلتا الدراجتين صممتا بشكل مشابه ويعملان بالمحرك نفسه. أسطوانة المحرك المسؤول عن التبريد مستوحاة من محرك BMW للجي 650 GS، وقوته تتعدى 58 حصاناً. السرعة القصوى لاسترادا تصل إلى 175 كيلومترا في الساعة، أما سرعة تيرا فتقل عن ذلك بخمس كيلومترات في الساعة. الفرق الجوهري بين تيرا واسترادا يكمن في نظام التعليق والعجلات والإطارات، فتيرا مصممة للطرق الوعرة. باستثناء بعض التفاصيل الدقيقة، فإن تصميم كلتا المركبتين متشابه. من الجانب يظهر طول نظام تعليق بتيرا بشكل واضح. نظام العادم المزدوج مصنوع بالكامل من الفولاذ، وفي جوانب كلتا المركبتين يوجد شعار كبير. الجبهة الأمامية توحي بالطابع الرياضي لهذه الدراجة النارية. المصابيح الأمامية الكبيرة تسمح بالتمتع برؤية واضحة أثناء الليل، أما الغمازات فمركبة على الجانبين. الشكل الخارجي يوحي بالطابع الرياضي للمركبة وأيضا يدل على روعتها. إنها مصنوعة من مواد عالية الجودة. في كلا الموديلين يوجد نظام تثبيت. لتيرا إطارات خاصة بالطرق الوعرة ونظام تعليق وذراع داعمة، ويمكن تكييف ذلك حسب حاجيات كل شخص. وبخلاف استرادا لا يوجد في تيرا نظام كوابح مانع للانزلاق، وكما هي الحال في استرادا يمكن إضافة هذا النظام من خلال دفع مبلغ إضافي. من يفضل محركاً تقل قوته عن 58 حصاناً يمكنه الحصول على موديل آخر بقوة 47 حصاناً، والذي صمم خصيصاً للمبتدئين. بعد فحص دقيق لموديل تيرا واسترادا، خلص كريستيان الخبير في تجريب الدراجات النارية إلى النتائج التالية. أمر ممتع حقا. كالعادة فإن قيادة الدراجة النارية أمر مرهق، وفيما يتعلق بالفرق بين المركبتين فإنني شخصيا أجد أن تيرا الخاصة بالطرق الوعرة أفضل. بكل بساطة فإن مجال استخدام هذه الدراجة النارية أوسع، كما أنها تسمح بالقيام بجولة في التضاريس الوعرة وفيها نوابض مرنة. هذه المركبة تصلح فعلا للتضاريس الوعرة، وأعتقد أن قيادتها ستمنح شعورا كبيرا بالمتعة. يبلغ ثمن استرادا في ألمانيا نحو 6690 يورو، أما تيرا فأقل ب 400 يورو.